84 96 و2004. هنا بدأت القصة، وبعد 6 سنوات انطلقت، وفي عام 2020 بدأت من جديد. شاب متعدد اللغات والثقافات قدم للعالم أشهر منصة للتواصل الاجتماعي على الإطلاق، عرفت باسم الفيسبوك. من هو مارك ذو 36 عاماً، وكيف أسس الفيسبوك ولماذا؟ وما هي المؤسسات الداعمة لنشاطه، وسر الحملة الأخيرة، وقصة ما وراء الشعار؟ سنسلط الضوء في هذا الوثائقي حول حياة الشاب البارع في علم النفس والحاسوب، ونعرض عليكم حقيقة السترة ذي الرموز والدلالات التي شغلت العالم لعقد من الزمان، وأعادت ترتيب اللوحة 13 وبالشكل الصحيح. هذه قصة مارك زوكربيرغ، قصة الفارس الأزرق والشعار. في عام 1984 في ولاية نيويورك، ولد مارك لأسرة يهودية متوسطة. كان والده إدوارد طبيبا للأسنان، وأمه كارين طبيبة نفسية، وله 3 إخوة، راندي ودونا وآريال. عاش مارك مرحلة وعيه الأولى ملحدا لا يعترف إلا بالعلم، ولكنه صرح مؤخرا أنه ليس كذلك، بل أصبح يؤمن أن الدين هو الأساس، والإلحاد ضرب من الغباء. كانت طفولته نمطية لحد كبير، أحب تطوير البرمجيات وخاصة وسائل الاتصال والألعاب، حيث قام بتطوير العديد من الألعاب والبرامج. كان أولها برنامج للتواصل اسمه زوكنت، وهو ما يزال في سن 12. فقام والده باستخدام برنامج مارك في عيادته الخاصة للتواصل مع مرضاه، كما استخدمت العائلة نفس البرنامج من المنزل للتواصل بين أفرادها. وفي سن البلوغ، وتحديدا في المرحلة الإعدادية، قام مارك بتطوير برنامج لتشغيل الملفات الموسيقية على الحاسوب، عرف باسم الوصلة العصبية، ولكنه لم يكن تطبيقا عاديا أبدا، بل كان أول برنامج موسيقي يعمل بالذكاء الاصطناعي لمعرفة عادات المستخدم في الاستماع. عندما اكتشفت شركة مايكروسوفت هذا البرنامج وعبقرية بنائه التسلسلي، عرضت على مارك أمران: الأول شراء البرنامج، والثاني وظيفة مرموقة. ولكنه رفض كلا الأمرين، وفضل تحميله على الشبكة العنكبوتية وبالمجان. كان يهدف لامتلاك قاعدة بيانات تخوله لفهم سلوك المستخدم ودراسة أنماطه، فدوما ما كان مارك يبحث عن فهم أنماط وسلوك المجتمع وتوجهاته. بعد تخرج مارك من أكاديمية أكستر في عام 2002، التحق بجامعة هارفورد، والتي تعد الجامعة الأولى على مستوى العالم، ودرس فيها علم النفس والحاسوب. وخلال مرحلة الدراسة قام بتطوير برنامج أسماه كورس ماتش، والذي يساعد الطلاب على اختيار صفوفهم بناء على اختيار الطلاب النخب السابقين، أي أنه برنامج يقوم بتحليل سلوكيات الطلاب السابقين لتقديم الشيء المناسب للطلاب الحاليين. ونلاحظ دوما أنه يقوم بتطوير برامج تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم السلوك والتوجه ودراسة السلوكيات. وبعد فترة وجيزة من هذا المشروع، قام بتطوير موقع خاص بشبكة هارفورد أسماه فيس ماش. وظيفة هذا البرنامج هو مقارنة صور الطلبة وإتاحة التصويت لهم بناء على جاذبية صاحب الصورة، حيث أوضح آري هاسيت قائلا أن موقع فيس ماش بني للمتعة فقط. ولكن سرعان ما انتشر الموقع بعد إطلاقه في عطلة نهاية الأسبوع، وبلغت حركة الدخول إليه أعدادا هائلة، لدرجة أنها أدت إلى إغلاق أحد محولات شبكة هارفورد، مما سبب مشاكلا في الاتصال. تمت إزالة الموقع من قبل الإدارة بعد 4 ساعات فقط، بسبب شكاوي متعددة من الطلاب أفادت بانتهاك خصوصياتهم وتحميل الصور بدون إذن مسبق منهم. كما تسبب لمارك بمشكلة كبيرة، حيث وجهت له اتهامات بانتهاك قواعد الخصوصية والوصول إلى أمن المعلومات.
بسبب الشهرة التي حققها موقع فيسماش. قام ثلاثة من زملاء مارك في الجامعة بالاتصال به وإطلاعه على فكرة تطوير موقع خاص بالشبكات الاجتماعية اسموه هارفارد كونكشن. يقوم هذا الموقع باستخدام معلومات شبكة طلاب هارفارد لتطوير شبكة تعارفية لنخبة الطلاب. أعجب مارك بهذه الفكرة كثيرا، ولكنه أعلن الانسحاب منها. وبعد فترة وجيزة تفاجأ الجميع بأنه أخذ الفكرة وبات يعمل عليها بالسر مع ثلاثة من زملائه المقربين، وهم داستين موسكوفيتس وكريس هافيس وإدواردو سافيري. وأعلن في عام 2004 بتطوير موقع للتواصل الاجتماعي لطلاب جامعة هارفارد فقط، يسمح للطلبة بتصميم صفحاتهم الشخصية الخاصة وتحميل صورهم والتواصل مع بعضهم البعض، وأطلق عليه اسم The Facebook، والذي كان مزيجاً من أفكاره السابقة التي بدأت عام 1996 ومن ابتكار أصدقاء الجامعة. شعر مارك بقوة موقع فيسبوك ونجاحه بين الطلبة، فقام بطرحه مجاناً لطلاب الجامعات الأخرى، وقد حصل في بضع شهور فقط على أكثر من مليون مستخدم. ودوماً ما يتساءل البعض، لما هو بالمجان؟ الجواب البسيط، لأن المستخدم هو السلعة. في عام 2005 حصل مارك على دعم كبير من شركة أكسل بارتنرز، وازداد عدد المستخدمين إلى 5 ملايين مستخدم. وبعد عام واحد واجه مارك مشاكل قانونية كبيرة، حيث قام أصحاب فكرة هارفارد كونكشن برفع دعوة قضائية تتهم مارك بسرقة أفكارهم وتطبيقها على موقع فيسبوك، إلا أنه أنكر ذلك وقام بدفع مبلغ 65 مليون دولار لإرضائهم، ولا تزال القضية قائمة حتى الآن. وفي 5 سبتمبر لعام 2006 واجه مارك قضية أخرى بعدما أطلق خدمة آخر الأخبار، وهي خدمة تظهر ما يقوم به أصدقائك على الموقع، حيث رفعت دعوة قضائية بتهمة التجسس. فبالنظر إلى موقع الفيسبوك نجد أنه يقوم على استفسارات تتعلق بحياة الشخص بالكامل، بداية من تاريخ الميلاد والدراسة وصولا إلى الجامعة، وخانات كثيرة أخرى تتصل بما تحب من الكتب والأفلام والموسيقى، بالإضافة إلى ميولك وأحاسيسك وتوجهاتك وكل ضغطة إعجاب تقوم بها. وبهذا يتكون أكبر ملف تعريفي ومفصل عن أدق تفاصيل حياتك وانتماءاتك وإعجاباتك، وتتم مراقبة ملايين المستخدمين بواسطة هذه الأداة، فهو أمر لم يصل له أحد في التاريخ. أتاح تكوين أكبر قاعدة بشرية على الإطلاق، وتقسيم البشر وفق أصنافهم وتفضيلاتهم ومناطقهم بواسطة خوارزميات معقدة تتيح لأجهزة التعرف الذكي بالربط بين الوجوه والتعرف على أصحابها، ومن ثم استخدامها في توجيه الإعلانات وفق اهتمامهم واستغلالها لأمور أكبر ستكشف بعد حين. في عام 2010 ارتفع عدد مستخدمي الفيسبوك إلى ما يقرب من 500,000 شخص، وبات المرجع الأول للتواصل بين الشعوب داخل وخارج نطاق الدولة، وتحولت معها شركة مارك إلى مؤسسة عملاقة أخذت أبعاداً أكبر مما كانت عليه، إذ أصبحت أكبر أرشيف في العالم يحوي على معلومات المستخدمين وبالمجان، إذ يقوم المستخدم بتقديم كافة معلوماته وبكل رحابة صدر. هذا الأمر دفع جهاز الاستخبارات الأمريكي بربط علاقة سرية مع الفيسبوك بواسطة شركة انتل الإسرائيلية لتطوير التكنولوجيا الفائقة والأسلحة المتطورة، والتي يعتقد أغلب الناس أنها شركة لتطوير المعالجات والرقائق الإلكترونية فقط. ثم تدخلت شركة داربا، وكالة الدفاع المتقدم ومشاريع البحوث، التي تأسست مع وكالة ناسا بعد أحداث أنتاركتيكا وحرب ما بعد الجليد، تدخلت في تطوير منصة الفيسبوك، وتم تعيين أكثر من 4,000 مهندس وخبير نفسي وتقني،
لتطوير الموقع وربطه بمعطيات التلاعب بالعقل الباطني لدفع المستخدم لكشف توجهاته وميوله. والأمر الغريب في القصة أن مارك حريص جداً على خصوصيته، إذ يحرص على الحفاظ على خصوصياته وتحركاته ومعتقداته الدينية. فقد قام بشراء أرض بقيمة 100 مليون دولار لضمان عدم وجود أي شخص بجانبه، كما قام برفع دعاوى قضائية لهدم 4 منازل كانت قريبة منه. وفي نفس الوقت لا يمكن أبداً حجب صفحة مارك من على الفيسبوك، وإذا حاولت القيام بذلك ستظهر لك رسالة تقول: هذا الحساب لا يمكن حجبه. وينفق سنوياً أكثر من 23 مليون دولار للحفاظ على أمنه، ولا يحمل أي هاتف ذكي، بل يقتني هواتفاً من الأجيال القديمة، لأنه يعلم تماماً حقيقة الأجهزة الذكية التي يعتبرها البسطاء أنها نقلة تكنولوجية فقط. ولكن النقطة الأهم في جميع ما سبق ذكره هي سترة مارك التي رافقته طوال السنوات الأولى من تأسيس الفيسبوك، إلى أن قام هو بنفسه بالكشف عما تحويه. في أحد البرامج التلفازية التي استضافت مارك، تم خلالها الاتفاق سراً على كشف حقيقة السترة، ولكن بطريقة درامية، إذ طلبت منه الصحفية خلع سترته أمام الكاميرا التي أثارت العديد من التساؤلات، فأظهر للكاميرا التردد وأنه لا يريد ذلك، مما أكد أن الأمر كان مرتباً وبشكل مسبق. وعند نزع السترة ظهر رمز معقد وكأنه لوحة من لوحات دافينشي الباطنية يحمل هذه العبارة: جعل العالم أكثر انفتاحاً وتواصلاً، بالإضافة إلى 3 كلمات: ستريم التي تعني مجرى أو تدفق، وجراف التي تدل على الرسم البياني، وأخيراً بلاتفورم أي المنصة، مرتبطة فيما بينها بشكل يظهر شعار الحركة اليهودية ومحفل المتنورين. هذا الرمز لا يحتاج إلى عبقرية لقراءة معناه العام، إذ نجد في المنتصف النجمة السداسية ظاهرة وبوضوح، ولكن بجانب مائل. وبتحريك الرمز بزاوية 45 درجة تظهر النجمة السداسية بشكل مستو، يحدها عبارات وأسهم. نجد مكان كلمة جراف أسهما صغيرة تتجه نحو رمز إضافة الصديق في الفيسبوك، ولكنها تمر من خلال النجمة، ومعنى ذلك أن بيانات المستخدمين تتدفق عبر الدولة العبرية عن طريق الفيسبوك، وكل شخص ينضم إليها بمثابة دعم لها، وقد ظهر ذلك عن طريق رمز طلب الصداقة. وأما بالنسبة لكلمة ستريم التي تعني التدفق، نجد رمز الرسالة رسم بجانبها، تقابلها أسهم تتجه نحو النجمة، وتظهر عبارة جعل العالم أو صنع العالم، وهو إشارة واضحة إلى نظام العالم الجديد الذي طالما تكلمت عنه أمريكا قبل عام 2010، وبدأ فعلياً في عام 2010، وهو العام الذي انطلق فيه ما يسمى بالربيع العربي، والذي كان للفيسبوك الدور الأكبر في تأمين بياناته وتحريكه. أي في عبارة ثانية، من خلال كلمة ستريم والتي تعني التدفق ورمز الرسالة وعبارة صنع العالم، يظهر بشكل واضح الهدف الأساسي للفيسبوك، وهو قيام الدولة الكبرى من النيل إلى الفرات، بداية من أحداث عام 2010 التي غيرت شكل المنطقة وبشكل عميق، واستخدام كلمة التدفق للدلالة على الشعار التلمودي القديم من النيل إلى الفرات. وأما الكلمة الثالثة والأخيرة في الرمز هي بلاتفورم، والتي تعني المنبر أو المنصة. نجد رمز العالم وأسهما تتجه أيضا عبر النجمة السداسية إلى عبارة منفتح ومتصل، وهو عامل الفيسبوك في جعل العالم متصلا مع بعضه البعض كقرية ذكية صغيرة، فتصبح إدارته أسهل بكثير. بالنظر إلى الأسهم الخارجية خارج نطاق الدائرة، نجد أنها تشكل فيما بينها النجمة السداسية، تحيط بها دائرة مغلقة ترمز للأرض. وأما رقم 2010 فهو العام الذي بدأ فيه الفصل الأول من المرحلة الأخيرة للظهور العلني.
بعدما كشف مارك ما تحويه سترته للعالم، تحول إلى شخص آخر تماماً، وبات اهتمامه ينصب بشكل أكبر لتوسيع رقعة نفوذه وعدد مستخدميه. وباتت منصة الفيسبوك اليوم تضم أكثر من 2 مليار مستخدم، فيما تجاوزت ثروته أكثر من 130 مليار دولار، متجاوزاً للملياردير الأمريكي بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت، والذي طلب منه مارك شخصياً النصيحة. ولكن قبل أشهر قليلة حدث أمر غريب، إذ قام كريس هويز أحد مؤسسي شركة فيسبوك بتقديم طلب إلى الحكومة الأمريكية لتفكيك عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، محذراً من أن نفوذ رئيس الشركة مارك فاق الحد، في حين سارعت فيسبوك إلى رفض الدعوة. تزوج مارك من صديقته بريسيلا تشان عام 2011 وهو في سن 28، وبعد 4 أعوام أعلن تخليه عن 99% من مجمل ثروته، وذلك لصالح مؤسسة خيرية، ليكتشف بعد حين أنها كانت تابعة له، أي أنه تبرع لنفسه، وقد شاع حينها أنه فعل ذلك من أجل التهرب الضريبي. إن الأمر الذي يجب أن نفهمه الآن أن العالم يتطور والتقنية الرقمية تتوغل أكثر وأكثر في حياتنا، وهذا واقع لا يمكن إنكاره، مما يعني أننا يجب أن نستغل هذه المنصات وبشكل جيد. فالسلاح الذي لا يمكنك تدميره يجب أن تستغله لصالحك، وليس كما يفكر البعض. فالذكي هو الذي يستخدم هذه المنصات في نشر الوعي بين الناس، وليس إحراق أداة فعالة في إيصال الرسالة بسرعة وسهولة كبيرة حول العالم.